من صحيفة الصيحة بعنوان إيقاف العمليات. يستهل طاهر ساتي زاويته بالقول بالنيل الأبيض. أصدر المدير الطبي بمستشفى كوستي قرارا بإيقاف العمليات المجدولة لانعدام أدوية التخدير مع استمرار عمليات الطوارئ التي على وشك نفاذ أدويتها أيضا. والجدير بالذكر انتشر خطاب المدير الطبي لمستشفى كوستي كما مقطع الفيديو الشهير الذي يتحدث فيه سيق الشاحنات عن عجز الصندوق القومي للإمدادات الطبية عن تفريغ محاليل وريدية. ويستمر الطاهر ساتي بالقول هل يكون خطاب المدير الطبي بمستشفى كوستي بذات تأثير مقطع شاحنات أو شحنات الأدوية بحيث يصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء المسؤولين العاجزين عن توفير الأدوية ومنهم وزير المالية المكلف ووزير الصحة ومحافظ بنك السودان والأمين العام لمجلس الأدوية؟ بالتأكيد لا. ويمضي الكاتب بالقول لن يتفقد الوزير مانيس ولايات السودان ومشافيها ليقف على حجم الفجوة الدوائية ومخاطرها، وكذلك لن يتأثر رئيس الوزراء بخطاب كوستي إلى حد إعفاء المسؤولين في الفجوة الدوائية التي بلغت أشدها لعدم توفر أدوية التخدير. ويختم الطاهر ساتي بعموده بالقول استهلاكنا الدوائي مقارنة بكل الدول العربية وبعض الدول الإفريقية ليس مزعجا ولا عصيا على الحلول، وبغض النظر عن الأرقام الفلكية التي تطلقها شركات الأدوية فإن ما تستهلكه بلادنا من الأدوية سنويا لا يتجاوز قيمته 300 مليون دولار.